السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سبب وفاة الفنان الشعبي التونسي أشرف جرمانة هو بعد إصابته بفيروس كورونا. توفي الفنان الشعبي التونسي أشرف جرمانة الخميس متأثر بإصابته بفيروس كورونا وتدهورت الحالة الصحية الفنان جرمانة في الأيام الماضية، خاصة أنه كان يعاني من السمنة وأمراض أخرى، ما استدعى نقل العناية المركزة في مستشفى المنجي سليم في تونس العاصمة التي توفي بها. وكان زوجة الفنان الراحل قالت في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية الأربعاء أن زوجها أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، مشيرا أنه يعاني من ضغط الدم، وأشارت إلى أن زوجها لم يكن ملتزما بتناول دوائه في الأوقات المحددة إذا كان تناوله مرة وإنساه عدة مرات. وحيث أنه قد انتقل رحمة الله تعالى الفنان التونسي أشرف جرمانة أمس الخميس وسط حزن كبير في الوسط الفني التونسي، وحزن خبر وفاة الفنان التونسي أشرف جرمانة كل الشعب التونسي. وكان الفنان أشرف جرمانة معروف بحب الجماهير، وكان يعاني من عدة أمراض منها السمنة وأيضا فيروس كورونا، وكان ليس ملتزم بتناول دوائه في الوقت كان تناوله مرة وإنساه عدة مرات. رحم الله الفنان التونسي، نطلب منكم دعاء له بالرحمة والمغفرة، البقاء لله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.